هناخد المرته ونسيحها كده. لازم تشم النار دي كده بقى زي ما قلت لك، تجمعيها كل ما تيجي تسيحي زبده ماشي، تروحي دلوقتي تشتريها جاهزه من عند اللبانه او السوبر ماركت ماشي، كل ده دلوقتي موجود وتمام وزي الفل. مدام سهير اهلا وسهلا بيكي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ازاي صحتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت يا قلبي؟ الحمد لله. البقاء لله وحده ونعم بالله. ربنا يكرمك يا رب. البقاء لله على اخر الاحزان يا رب كده يا رب. يا رب. واشكركم جميعا. ربنا يرحمه كده يا رب ويجعله سعوده من رياض الجنه ان شاء الله. اللهم امين. اللهم امين. اشكرك يا حبيبتي. اللهم امين يا رب. اشكرك. ربنا يقويكي على اولادك بقى كده يا رب، ويديك الصحه والعافيه يا رب، ويعيننا على اللي جاي. قولي لي اللهم امين يا رب. ربنا يقويكي يا رب. يا رب يا رب. اشكرك يا حبيبتي طول ما انتم معايا وعلى طول حاسه بوجودكم جنبي. يعني انا عايزه اقول لكم قبل ما انزل الكام يوم اللي كنت فيهم في البيت، العشر ايام او اكتر، كنت حد، ومن ساعه ما نزلت معاكم من يوم السبت حسيت ان انا حد تاني، يعني بني ادم تاني. حسيت فعلا ان يعني انتم معايا، ودعواتكم دعواتكم لي بالرحمه ربنا يا رب يتقبلها ويجعلها في ميزان حسناته، ودعواتكم ليا بالصبر يعني ادتني قوه ما تتخيلوش قد ايه. ربنا يخليكم ليا جميعا يا رب. نرجع للمرته. عملنا ايه؟ ادي المرته في الحله بالشكل ده اهي، ما تخليهاش تلزق منك، على قد ما تقدري قلبي فيها كده طول ما هي بتسخن. وعايزين نسيحها، ريحتها طالعه حلوه قوي ما شاء الله. يا وفاء اهلا وسهلا. ازيك يا وفاء؟ ازيك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ انت عامله، كلمتك امبارح انا حبيبتي. تكلميني على طول يا وفاء. ان شاء الله. ان شاء الله. حبيبه قلبي ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. تنوريني. معاكي يا رب. ربنا معاكي يا حبيبتي. يا رب يا رب. ربنا معانا جميعا. بقولك ايه؟ قولي لي. العزيمه ما باجي اعملها بغليلها حب، يعني عايزه اخففها شويه، بغليلها حبه لبن وبسيبهم لما يبردوا وبحطهم. ماشي. عليها عملتي طبقه ميه فوق الوش. طبعا فصل منك. فصل منك. تاني. بص يا ستي، نعمل ايه بقى؟ احنا دلوقتي انت المشي عندك تقل. وعايزه تخفيه. تروحي واخده شويه من الشرش بتاع المشي من البرطمان نفسه. ماشي. وتزودي شويه لبن عليهم لوحدهم بره، وتفضلي تقلبي وتحطيه على النار علشان يتقل معاكي، يشرب قصدي اللبن ويخف معاكي بره. بعد كده تحطيه عليه يكون الشرش ده شرب اللبن، ما تحطيش لبن كده مره واحده. فهمتيني؟ يا رب تكوني سمعتيني وخدتي بالك انا قصدي ايه. بصوا اهي ابتدت تسيح معانا اهي اهي، شوفوا بس هي لونها كده فاتح شويه، انا عايزه اغمقها عن كده. طبعا احنا بنطلع المرته لونها فاتح عشان لما دي بتطلع ناتج الزبده اللي بتتسيح لسمنه، فانا بخلي لونها فاتح شويه عشان السمنه ما يطلعش لونها غامق. لكن لما اجي اعملها بقى دلوقتي للمش كده بالشكل ده لازم اغمقها شويه. طول ما انا واقفه كده هفضل اقلب فيها. طيب نعمل الخطوه اللي بعد كده. انا عندي الجبنه القريش اهي يا استاذ احمد. هاجي بقى من بالليل، يعني انا صابح الصبح هعمل الحركه دي، هعمل المش بتاعي. هاجي من بالليل اجيب الجبنه القريش واجيب شويه ملح كده، واخد الجبنه القريش، شوفوا طريه خالص وهتتفتفت مني ازاي، اروح حطها كده في الملح، كسياها بالملح من جميع النواحي كده بالشكل ده. في ناس بتعمل في ملح وشطه، بس انا الشطه دلوقتي هوريكم احطها امتى وازاي، مفيش داعي خالص ان انا احط الشطه في الجبنه. بصوا اهي، اكسيها من جميع النواحي كده بالملح وتحطيها في مصفى. تاني يا ام رؤيه اهلا وسهلا. ايوه. ازيك يا ستي؟ ازيك يا ام رؤيه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. البقاء لله وربنا يجعلها اخر الاحزان يا رب. يا رب يا رب يا حبيبتي. اللهم امين. تسلمي لي يا ام رؤيه. بقول لحضرتك يا شيف هاله، تحت امرك. الكوسه بتتخزن خزين القلقاس ولا لا؟ لا الكوسه لا، انا ضد ان الكوسه بالذات تتخزن، لان الكوسه اصلا كلها ميه، ولما بتفقد الميه بتدبل، غير القلقاس. القلقاس مش كله ميه زي الكوسه، صح ولا لا؟ صح. فلا الكوسه، الكوسه لا ما تخزنيش الكوسه. انا عندي كبد وقوانص يا شيخه، مش عارفه اعمل بيها ايه. اعملي بيها كباب حله. عارفه طريقه كباب الحله؟ لا. عارفه اللحمه؟ اللحمه مش انت بتعملي اللحمه كباب حله؟ سامعاني؟ ايوه. نفس الطريقة بالظبط، نفس طريقة اللحمة اللي بتعمليها كباب حلة اعملي بالكبد والقوانص، بس طبعا بنستخدم القوانص لوحدها الأول لغاية ما تدخل في السوى، وبعدين الكبدة. اعملها لكم إن شاء الله قريب في يوم.
من عينيا. خليها عندك في الفريزر ما تصرفيش فيها لغايه ما نعمل الحلقه دي ان شاء الله. حاضر من عينيا يا حبيبتي من عينيا. دلوقتي احنا عملنا ايه بقى يا استاذ احمد؟ الجبنه اهي شوفوا ازاي غلفناها بالملح، ودي اهم خطوه معايا، دي تتعمل من بالليل وتتغطى وتتحط في الثلاجه، تبات في الثلاجه كده، لازم تنزل ميتها ولازم الجبنه دي تنشف معايا عشان المش ما يفصلش منكم وترجعوا تقولوا المش فصل. اي ميه زياده هتبقى جوه برطمان المش لازم هيفصل منك، واهم ميه بتنزل بتنزل من الجبنه لو ما نشفتش كويس، لو نزلت من الجبنه في المش هيفصل وهيبقى المش ده كله ميه صايص بمعنى اصح. بصوا بقى دي اللي بايته من بالليل عامله ازاي، شوفوا الجمال بقى وشوفوا نشفت ازاي، بقت عامله زي كوره، نشفت نشفت فعلا ونزلت ميه قد كده. بص يا استاذ احمد زي ما انت جايبها كده، لو مسكت قطعه بصوا شوفوا اللي كنت ماسكاها من شويه طريه بتفتفت مني، بصوا وادي الملح عليها اهو، شوفوا جمدت ازاي بالشكل ده وهو المطلوب. طيب زي ما استاذ احمد جايب المصفى كده، لو شلتي لا خليك زي ما انت عشان اوريكم الميه اللي نزلت منها قد ايه. بصوا بصوا الشرش ده، الشرش ده الشرش اللي نزل من الجبنه طول الليل، ده بقى اللي كان هينزل في برطمان المش وايه اللي يحصل ويخلي لك المش صايص. تمام، يبقى احنا كده اول خطوه عرفناها اللي هي ايه بقى يا استاذ احمد؟ ان احنا نصفي الجبنه. ماشي، بس هي خلاص كده تمام، وادي الميه هحتاجها، هاخد من الشرش ده طبعا مش هيترمي لان ده واخد خير الجبنه كله، هاخد من الشرش ده شويه كده وهفرم فلفل حامي. المش كل مكان حامي وحطيتي فيه شطه وفلفل كل ما يفضل نضيف عندك، ما يجرالوش اي حاجه ولا تجيله اي حاجه لا قدر الله كده ولا كده. بصوا ازاي شايفين المنظر ده، حاجه كده عسل. هعمل ايه بقى؟ ادي المرته لونها ابتدى يغمق، هقعد اخد شويه بشويه من الشرش ده اللي بالفلفل شويه كده واقلب لغايه ما المرته تشربه.